اوكي، طيب ننتقل لموضوع جديد وهو الهايبر باراميتر تيونينج. في الحقيقة في عندي العديد من الهايبر باراميترز، خلينا نسردها ايش هي. يعني حسب ما تعلمنا لغاية الآن، في أنا عندي الألفا هي الليرنينج ريت، في عندي البيتا أو المومنتم، تمام، هذا لو كنت بستخدم الجريديان ديسنت ويد مومنتم، وهذه حكينا انه افضل قيمه له، يعني الديفولت فاليو ممكن تكون انه هي 0.9. هنا عندي بي 1 وبي 2 وابسيلون لو انا كنت بستخدم الادم، تمام، والقيم تبعته انه بي 1 وبي 2 وابسيلون الديفولت فاليو تبعتها افضل قيم لها هي 0.9 0.999 و10 اس ماينس 18. في كذلك انا عندي عدد الهيدن لايرز، عدد الهيدن يونتس، الليرنينج ريت دي كي لو انا بستخدم الدي كي، والميني باتش سايز. فعليا اهم واحدة فيهم هي الالفا، انه انا محتاج فعلا ان اعملها يعني تيونينج كهايبر باراميتر، وانا البقية ممكن انا استخدم ديفولت فاليو وحنعرج عليها واحدة واحدة. طبعا طريقة اختيار الهايبر باراميتر، انه لو كان في عندي اكثر من هايبر باراميتر، انه عندي هايبر باراميتر 1 2، ممكن انا استخدم طريقة الجريد، وهي مش محبذة، انه انا بكون في عندي هنا على سبيل المثال ممكن اخذ 5 قيم لهذا الهايبر باراميتر وخمس قيم للهايبر باراميتر الثاني، فبالتالي انه هنا بستخدم عدة يعني الكومباينيشن بين هذول الهايبر باراميترز، فهذا حينتج انا عندي 24 كومباينيشن لهدول، فحبني 25 موديل اجرب فيها التو هايبر باراميتر هدول. لكن فعليا انه اختيارهم بشكل كونسيستنت بهذا الشكل ممكن انه هو ما يؤديش لافضل نتيجة او افضل تيونينج، فبالتالي انه ممكن انه استخدم هنا راندوم فاليوز من هذا السبيس بشكل عشوائي، اختار قيم من هذا السبيس وهذا السبيس، وظني انه انا اجرب واخذ 25 راندوم فاليوز بدل ما انه انا اخذ يعني 25 فاليو من الجريد. اوكي، ولو كان في عندي هايبر باراميتر ثالث، فممكن انه هو يؤدي انه السبيس انا عندي يكون برضه بهذا الشكل، فبدل بعمل انه يعني بعمل سيرش في سكوير، بصير انه بعمل سيرش في كيوب. في انا عندي برضه طريقة ثانية انه مفضل انه انا استخدمها، هي الكورس تو فايند. في الكورس تو فايند مثلا على سبيل المثال، انه هاي الهايبر باراميتر 1 و 2 زي ما اتفقنا انه باخذ قيم عشوائية مش على شكل جريد. طبعا الجريد عشان تكونوا يعني في الصورة انه انا بكون في عندي تخطيط زي هيك، فبالتالي نقطة التقاطع هذه ونقطة التقاطع هذه بهذا الشكل بتكون انه هي منتظمة. فحكينا انه المنتظم انا بدي ابعد عنه، بدي ابعد عنه، بدي اخذ راندوم فاليوز بهذا الشكل. فالكورس تو فاين، الكورس تو فاين انه مثلا على سبيل المثال بعد ما انه يعني عملت سيرش في السبيس هذا، وجدت مثلا انه النقطة هذه انه هي جابت انه افضل نتيجة، فبالتالي بروح بعمل زوم ان فيها، وبضلني انه انا يعني اعمل فاين تون، بكرر العملية في منطقة او في مساحة اضيق بهذا الشكل، باخذ نقاط عشوائية اضافية بهذا الشكل يعني. فممكن انه انتقل من كورس لفاين يعني جرين في الراندوم فاليوز بهذا الشكل، واستمر لغايه لما اصل لافضل نقطه انا عندي بهذا الشكل. طبعا هذا الكلام انه افضل كمان مره من انه انا استخدم الجريد، تمام. طيب النقطة الثانية انه لو كان في عندي سكيل معين، كيف ممكن انا اختار السكيل هذا؟ يعني على سبيل المثال ممكن انه لو كان عندي هنا بدي احسب عدد يعني، او بدي بعمل اوبتمايز للعدد الهيدن يونتس في نيورون في لاير معين، فممكن انه الرينج المقترح من 50 ل 100، فبالتالي بروح باخد برضو كمان مره راندوم مثلا 7 قيم بين ال50 وال100، وبضل انه اعمل سيرش في هذا السبيس لغايه لما
أوجد أفضل فاليو. هذا أفضل بكتير من إنه أنا أجرب 50 51 52 أو 50، أجرب بشكل منتظم 50 55 60 وهكذا. فبالتالي بأخذ مثلا على سبيل المثال 7 8 أو 10 قيم راندوم على هذا السكيل، وبضلني إنه أنا أجرب فيهم. عدد اللايرز ممكن انه لو كان عدد اللايرز الرينج انا عندي من 2 لـ 4، ممكن انه اجرب الطريقه اليونيفورم بما انه الرينج مش كبير، فبجرب الاثنين والثلاثه والاربعه. السكيل لما يكون في عندي قيم صغيره، مثلا على سبيل المثال ببدا في هذا الرينج انه هو صغير ولغاية مثلا انه الواحد، فبلاحظ انه يعني معظم القيم راح تكون انا عندي مثلا على سبيل المثال بين البوينت واحد واحد، فبالتالي انه يعني التمثيل هذه المساحة انه ضئيل جدا بالنسبة ل مثلا انه بوينت واحد لغاية الواحد. فلو انا اخذت راندوم بوينتس هنا بشكل عشوائي، فاحتمال انه تظهر انه انا عندي نقطة في المنطقة هذه ضئيل جدا. فالأفضل من ذلك إنه أنا أعمل لوج سكيل لهذا الرينج، فبالتالي إنه بصير في أنا عندي احتمالية إنه أنا آخذ يعني من رينجز أو من قيم أقل من 1 من 10 بشكل أفضل يعني بكتير من إنه أنا يعني أستخدم الرينج الأصلي هذا بهذا الشكل. ممكن انه اجرب الهايبر باراميترز انه الرينج تبعتها انه يعني زي ما حكينا انه البيتا او المومنتم انه 0.9، وحكينا انا بعمل افريج ل 10 لاخر 10 ايبوك. لو انا اخترتها مثلا ل 0.9999 فبعمل افريجنج لاخر 10,000، فبالتالي انه الرينج تبعها انه ممكن انا اختاره بهذا الشكل. وهنا نفس الفكرة انه انا لو بدي اختار، طبعا هنا الاختيار لو انا يعني كان الرينج انا عندي من 9 ل 9 مثلا 0.05، فبالتالي انه هنا يعني انا بعمل افريجنج لاخر 10 ايبوكس لانه مقدار التغير هنا مش كتير كبير. لكن من 9.99 ل 9.995، فبالتالي انه لا، هنا انه القيمة انه هي بتختلف. فعادة السكيل زي ما حكينا انه في الرينجز هذه لو بعمل نورماليزيشن بيكون أفضل بكتير. طبعا الهايبر باراميترز انه تيونينج ان براكتس، طبعا حسب الكمبيوتيشن ريسورسز اللي عندي، في عندي اسلوبين، اسلوب الباندا واسلوب الكافيار. طبعا زي ما اتفقنا انه الهايبر باراميترز بدي اضلني اجرب واعمل ري ايفالويت، اجرب واعمل ري ايفالويت بشكل اتريتيف بهذا الشكل. طبعا في انا عندي حالتين، الحاله الاولى انه في عندي ليميتد كومبيوتيشن ريسورسز، في هذه الحاله انه انا بستخدم اسلوب الباندا. فاسلوب الباندا فعليا انه ممكن انه بركز يعني على موديل واحد، وفي الموديل هذا الواحد بغير البارامترز يعني في اتريشن معينه. يعني ممكن هنا اجرب ليرنينج ريت مختلف بعد ما اخلص مثلا عدد ايبوكس معين مثلا في اليوم التالي، بسبب انه الكمبيوتيشن ريسورسز اللي عندي ضئيله، ممكن اكمل التريننج، اعمل سيف للتريننج واكمل التريننج ولكن بليرنينج ريت مختلف، وهكذا الحال بالنسبه لبقيه البارامتر. فبالتالي انه انا بركز على one parameter at a time، ولكن انا في عندي موديل واحد. فهذا الاسلوب يسمى الباندا ابروتش، وهذا بستخدمه لما يكون في عندي كومبيوتيشنال موديل، كومبيوتيشنال ريسورسز ضئيلة. الأسلوب الثاني إنه يكون في عندي ماني تريننج موديلز، ممكن أعملها تريننج إن باراليل، فبالتالي بيكون في عندي هيوج كومبيوتيشنال ريسورسز أنا ممكن أنا أستخدمها. فبرسم عدة موديلز وبشوف الأداء تبعها، هذا لما يكون الألفا قيمته هل قد، وهذا القيم قيمة الألفا إنه هل قد، وهذه الشغلات إنه بعملها إن باراليل. وهذا الأسلوب معروف بالكافيار، طبعا إنه سمك الكافيار، إنه يعني لما إنه بيضع البيض بيضع البيض بالملايين، فبالتالي إنه بيكون في عندي عدة موديلز إنه بيتم تجريبها إن باراليل لإيجاد أفضل هايبر باراميترز. الباتش نورماليزيشن مش راح يكون مطلوب منا، يعني خلينا نقفز بشكل سريع على جزئية
جزئية ال جزئية السوفت ماكس. لغاية الآن إحنا ركزنا على الباينري كلاسيفيكيشن. في السوفت ماكس ممكن يكون في عندي مالتيبل كلاسز، يعني زي في هذه الحالة أنا في عندي الكات والدوغ والبيبي تشيكن، وممكن أنا أحط يعني إنه يعني كلاس رابع للأذرز. فبالتالي إنه زي ما أنتم شايفين الكات أيها واحد، هنا كات، والدوغ اثنين، هذا دوغ، وهكذا يعني بهذا الشكل. فالزيرو ممكن يكون أنا عندي هنا للأذر، تمام، لأنه لا هو كات ولا دوغ ولا بيبي تشيكن، هذا بيبي تشيكن وهذا بيبي تشيكن كتكوت. ففي الغالب إنه آخر لير بيكون أنا مكون أنا عندي من 4 نيورونز، كل نيورون أنا بطلع أنا عندي أوتبوت لكل كلاس بشكل منفصل. طبعا الـ implementation تبع هذه الشغلة عادة إنه بعمل له normalization، يعني على سبيل المثال إنه الـ activation function لما بطلعها هنا، لنفترض إنه هذا طلع قيمة معينة وهذا طلع قيمة معينة وهذا طلع قيمة معينة، 4 قيم، بروح بعملهم normalization إنه على السم، فبروح باخذ السميشن تبع هذه القيم بهذا الشكل، بعدين بروح بطلع الفيكتور الجديد. الفيكتور الجديد اللي هو عبارة عن هذه القيمة، تمام، مقسومة على السم، بعدين هذه القيمة مقسومة على السم، وهكذا. فبالتالي أنا بطلع أنا عندي قيم إنه المجموع تبعهم في النهاية بيكون واحد، فبالتالي إنه ممكن على سبيل المثال إنه هذا نيورون يطلع لي أوت مثلا إنه 0.82، هذا مثلا 0.01، وهكذا. فبالتالي إنه أعلى قيمة إنه هذا الكلاس اللي هو الكلاس 0 مثلا على سبيل المثال اللي هو الأذر، تمام. فبالتالي إنه السوفت ماكس عادة إنه بستخدمها بهذا الشكل، بيكون أنا عندي الأوتبوت بهذا الشكل. في أنا عندي الهارد ماكس. الهارد ماكس إنه هنا زي ما اتفقنا إنه بيطلع لي أنا عندي، يعني خليني أكتبها على شكل فيكتور. في السوفت ماكس ممكن يكون في أنا عندي هنا على سبيل المثال 8.8، تمام، عشان يكون المجموع واحد، تمام. هنا عندي مثلا 0.02، وهنا 0.08، هدول مجموعهم 1 من 10، تمام، وهنا بضل أنا عندي هنا 1 من 10، فهدول كلهم 1 من 10، وهنا 1 من 10 زائد 8 من 10، بطلع أنا عندي المجموع النهائي كله 1. هذا السوفت ماكس. في الهارد ماكس إنه بيكون أنا عندي الأوتبوت إنه عادة إنه يا 0 يا 1، في هذه الحالة إنه بيكون في هنا 1 وهنا 0 0 0، فبالتالي الأوتبوت بيكون يا 0 يا 1 بهذا الشكل. فهذه هي السوفت ماكس اللي عادة أنا بستخدمها في اللير الأخير. طبعا في ديب ليرنينج فريم ووركس كتيرة، من ضمنها التنسر فلو. التنسر فلو ممكن ان هو يعني يساعدني في بشكل كتير كبير. فلو بدنا نعمل implementation للجريديانت ديسنت باستخدام التنسر فلو، ممكن انه اول حاجة انه انا عندي الكوفيشنس. الكوفيشنس هي عبارة عن الداتا تبعتي، تمام، وعندي ال W، تمام، وعندي الاكس. الاكس اللي حددت الدايمنشن تبعها، اللي عبارة عن فلوت، اللي عبارة عن فيكتور مكون من 3 في 1، تمام. ال W هي الويت انا عندي، وهذه هي عبارة عن الكوست فانكشن تبعتي. فبالتالي انه هذه اكس 0 مضروبة في W مرفوعة على القوة 2 زائد اكس 1، لأنه هذه إنه يعني فيكتور 3 في 1، فبالتالي إنه هذه إكس 1 مضروبة في دبليو زائد إكس 2 بهذا الشكل. فبالتالي لو أنا آخذ يعني أخذت إنه الكوفيشنس هدول إنه أنا أخذتهم فيد، فبالتالي إنه هذه قيمة إكس 0 حتكون، وهذه قيمة إكس 1، وهذه راح تكون عندي قيمة، عفوا، إكس 2 بهذا الشكل. فبعد ما عرفت ال W وال X وعرفت ال cost function، فبعرف لي train هنا. فهنا بستخدم gradient descent optimizer، ممكن استخدم ADAPT optimizer. طبعا هنا ال learning rate حطيته بشكل default او ثبته، وهنا بدي اعمل minimize لل cost function هذه اللي احنا عرفناها.
طبعا هنا بعمل initialization لل W للراندوم فاليو variables تبعوني، تمام، وباستخدام الانيشاليزر، وبستخدم انه سيشن عشان انا احسب. طبعا افضل امبلمنتيشن انه نستخدم يعني ضمن سكوب باستخدام الويذ كوماند بتكون بهذا الشكل، فبالتالي انه بعمل run للانيشاليزيشن وبطبع خطوه واحده من الاوبتمايزيشن، بشوف قديش قيمه ال W. ممكن هذا الكلام انه اكرره لغايه يعني 1000 iteration، واشوف انا عندي هذا الكلام بدي اطبقه على التريننج داتا، تمام، والديتا تبعتي بدي استخدم هذا الباراميتر اللي هو فيد تكت، انه الاكس بدي اعملها مابينج للكوفيشنت، الاكس اللي هي 3 في 1 فيكتور بدي اعملها مابينج للاكس، فهو بروح بيعمل اوبتمايز للدبليو، عشان هيك انه كل مره بنطبع قيمه الدبليو بهذا الشكل. فممكن انا اغير في القيم الداله هذه واشوف ايش المينيموم تبعها، اجرب دوال مختلفه واشوف ايش المينيموم تبعها، تمام، واجرب واشوف هل فعلا انه هو بيطبق هذا الكلام ولا لا. طبعا في تنسر فلو توتوريال ممكن انا اتبعها يعني في هذا الاطار، تعطيني وصفات كتير مفيدة يعني لديتا مختلفة، فممكن انا استعين برضو فيها في الامبلمنتيشن تبعي كذلك.